حدثنا الحسن بن منصور ابو علي حدثنا حجاج بن محمد الاعور بالمصيصه حدثنا شعبه عن الحكم قال سمعت ابا جحيفه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجره الى البطحاء فتوضا ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزه قال شعبه وزاد فيه عون عن ابيه عن ابي جحيفه قال كان يمر من ورائها المراه وقام الناس فجعلوا ياخذون يديه فيمسحون بهما وجوههم قال فاخذت بيده فوضعتهما على وجهي فاذا هي ابرد من الثلج واطيب رائحه من المسك